من لبنان الليلة مشاهدي الفضائية سرويو تي في من السويد إلى العالم ومستمعين عبر راديو سرويو أف أم وصفحة سرويو تي في لبنان، نحن وياكم بالسالون الثقافي الأدبي من كازينو لبنان برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد رولان خوري والمسؤولة الإعلامية الزميلة رنا وهبي يلي أعدت ونظمت احتفال تكريم الإعلامية الكبيرة جابي الطيف. هذا الاحتفال يلي بيعطي حق إعلامية كانت ولا زالت وجه لبنان الحضاري والثقافي، هي اللي قدمت عدة برامج حوارية وقابلت كبار الشخصيات من كل الوجوه السياسية والاجتماعية والثقافية، هي اللي كانت جسر عبور بين عالم الثقافي في لبنان والغرب. اليوم من إذاعة مونتي كارلو، بدأت عملها سنة 86 ولا تزال حتى يومنا أيقونة الأعلام العربي دون أي فينا نقول إلا ما أعطت الاتزان. تحدثت اليوم الإعلامية جابي الطيف عن الإعلام المسؤول والمتزن، وهي أصرت أنه اليوم يكون دورنا فاعل كإعلاميين، عنا وجه حضاري للبنان، لبنان يلي قادر ينهض كطير الفنيق. رح نتابع أنا وياكم مشاهدينا هذا الاحتفال ونستمع لبعض المشاركين فيه ونرجع نتابع. أرحب بمعالي وزير الإعلام المهندس زياد المكاري، معالي وزير السياحة وليد نصار ممثلاً بالمحامي إلي أصاب، نقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي، السيد رفيق شليلة المستشار الإعلامي في القصر الجمهوري، سعادة السفير خليل كرم رئيس الرابطة المارونية، وحضرة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لكازينو لبنان الأستاذ رولان خوري، والحضور الكريم من إعلاميين وفعاليات وأدباء وشعراء وأصدقاء وأهل. نجتمع اليوم حول صديقة نحبها جميعا وأحبها كل من عرفها. هذه الأمسية الجميلة التي شئنا في صالون كازينو لبنان الأدبي والثقافي بإدارة رئيس مجلس إدارة الكازينو ومديره العام رولان خوري، وبرعاية كريمة من وزير الإعلام المهندس زياد المكاري، أن نجعلها لقاء أحبة. وأطلقنا على الإعلامية جابي الطيف اليوم لقب سفيرتنا إلى مدينة الأضواء. إلى باريس التي أطلت منها على العالم. وتميزت جابي في إذاعة مونتي كارلو بصوتها العذب وثقافتها الواسعة. جابي خريجة كلية الإعلام قسم الصحافة في الجامعة اللبنانية، حائزة على ماستر في الدراسات العليا في الإعلام الثقافي من جامعة السوربون الثالثة في باريس بدرجة ممتاز جدا. مسيرتها ترتكز على الحوار بين الثقافات، وهو الدور الذي تقوم به من خلال أنشطتها وبرامجها الثقافية والحوارية. دخلت جابي كل بيت عربي لتحمل إليه شيئاً من لبنانيتها وحبها وعشقها للبنان وأرضه. وكيف لا تكون سفيرتنا وهي التي حملت لبنان أينما حلت ولم تنقطع عنه يوماً. جابي اليوم معنا، نكرمها بحضورنا والتفافنا حولها، وهي تكرمنا بقبولها هذا التكريم المتواضع الذي يضفي على الصالون الثقافي للكازينو رفعة وثقافة. أترك الكلمة لرئيس مجلس إدارة الكازينو ومديره العام رولان خوري. أول شيء نحن فخورين بكازينو لبنان أنه ما في غيرك ست جابي كانت بتقدر تجمع هيدي النخبة من الناس الموجودة معنا اليوم. وأهلا وسهلا بالوزراء القيم، الوزراء الأصدقاء. نحن بدنا نقول لك مزبوط، نحن اليوم عم نكرمك، بس كمان نحن عم نكرم كازينو لبنان لأنك أنت موجودة فيه. وهيدي الصورة رح بتكون صورة كبيرة عنا، لأنه حضرتك قبلت تتكرمي عنا بهيدي الوضع اللي عم نقطع فيه والصعب بلبنان. أنت كنت سفيرتنا وكنت المثل للمرأة اللبنانية الناجحة بكل أوروبا وبالعالم،
وكنت أمل لللبنانيين بصوتك لكل ما كانوا يسمعوك يحسوا أنه في أمل ببلادهم. أهلا وسهلا فيك عنا، وحابين نكرمك نحنا، وشكرا لأنك قبلت التكريم. تفضلي. زمالة الجامعة والمهنة وصداقة عمر ربطت جوزيف القصيفي بجاب الطيف قبل أن يصبح نقيباً للمحررين، وقبل أن تنتسب إلى هي أيضاً إلى النقابة، فإلى كلمة النقيب في رفيقة الدرب التي طال انتظارها لسنوات. معالي وزير الإعلام المهندس زياد مكاري، ممثل وزير السياحة الأستاذ وليد نصار، المحامي الأستاذ إيلي أصاف، رئيس الرابطة المارونية سعادة السفير خليل كرم، صاحب الدعوة والدار رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان ومديره العام الأستاذ رولان خوري، المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية الأستاذ رفيق شلالة، نائب رئيس مجلس الوطني للإعلام الأستاذ إبراهيم عوض، المحتفى بها العزيزة جابي، الزميلات، الزملاء، الحضور الكريم. جابي الطيف أيقونة مخطوبة بألوان الفرح، في رنة صوتها سحر لا تفك تلاصمه، فيه من جاذبية الوقع ما يغبط الأذن ويأسر القلب ويخدر الحواس ويحملك إلى عالم معلق بين الأرض والسماء، يترجح بين النغم الحالم والشاعرية المذوبة بحلو الكلم، ويترنح منتشيا وقد استبد به السكر من خمرة مستقطرة من دنان الإبداع، تبكي وتضحك حزنا وفرحا لأنها لا تخط سطرا لتمحوه، فمن كان لها مثل هذا الحضور الطاغي لا تعرف استخدام الممحات. صوتها العذب ينساب إليك كما ينساب الماء النمير في أوردة السواقي، كما ينساب الماء النمير في أوردة السواقي قبل أن ينسكب لجينا في الجداول أو الينابيع، وهي بعد جنينا قبل أن تنبجس من رحم الأرض. سقيا يا جابي، سقيا لتلك الأيام تحت سقف كلية الإعلام في مطلع سبعينيات القرن الذي انصرم، يومك في المسيطبة بناية حمود، زمن عمادة الدكتور بشير العريضي طيب الله ثراه، يوم كنا ضمة فتيات وفتية بعمر ربيع لا نملك من حطام دنيانا إلا الطموح والحلم، لم يخطر في بالنا أن يد القدر ستلقي بنا في مناف ستفرق بيننا وترسم مسائرنا دون مقاومة منا، وكأننا استسلمنا لما كتب لنا، لكن تلك الروح التي ظللتنا بالحب والمودة وأرخت علينا جدائل الصداقة كانت أقوى من المسافات والانقسامات وكل أشكال الغربة. كنت كلعبة، ككرة نور، كنجمة لألاءة
كفانوس سحري بل كعصفورة النهرين تتنقلين تتقفرزين وفي حنجرتك زقزقة وإخواء ملأت الشاشة وشغلت متابعيها وكنت أصغر فتياتها سنا عهد ذاك وبسرعة الضوء أفردت لنفسك مكانا ومكانا لم تؤتى لمن كان أقدم تجربة وأرسخ تقانة وذلك يعود إلى الشارم الخبيء في عينيك والدلع الملوح بالخفر المصاحب لابتسامتك الحية واكتسبت جمهورا واسعا في حيز ضيق من الوقت فرفع الزمن قبعته تحية لك وأحنى رأسه إعجابا ولو أنك اختصرته متوجهة إلى الناس من بوابة الكلمة الأنيقة والتعليق الذكي والأسلوب المميز من دون عبور المراحل التي تسستم طرق الوصول إلى الغاية المبتغاة كنت يا جابي منذ دخولك تلفزيون لبنان إلى لحظة مغادرتك وطن الأرز إلى عاصمة النور إحدى منائرها الساطعة بقوة موهبتك وشمولية ثقافتك وحسن تدبرك في اللحظات الحرجة وإجادة تخيرك للموضوعات وفي إذاعة مونتي كارلو كنت صوتا للبنان من دون أن ننسى ما قدمته لإذاعة صوت لبنان وفيها من برامج كان لها الصدى والوقع كنت صوتا نابضا بالحنين إلى الوطن الأم الذي غادرته وفي القلب حسرة تقارب الفجيعة تفجرت غضبا وثورة على الحال التي بلغها وأوحال الحقد والضغينة التي ولغ فيها وانقسام أولي الأمر فيه الذين استقدموا مصالحهم الخاصة واستأخروا حقه عليهم في رحمته ووقف دوامة الفوضى والإذلال التي تمثل فصولا على أرضه جابي الطيف ما كنت فقط الصوت والقلب والنبض والعين في باريس بل كنت الضمير وضمير الضمير الذي يسيل على شفتين انتصارا لوطن الأرز حاورت الجميع بانفتاح وموضوعية وحيادية لكنك لم تكوني أبدا في موقع الحياد عندما يتعلق الأمر بلبنان الوطن ولبنان الإنسان هذا ما شهد به وله الجميع أشكر الصالون الأدبي والثقافي بكادينو لبنان وأخص بالشكر رئيس مجلس الإدارة المدير العام الأستاذ رولان خوري ومسؤولة الإعلام في هذا المرفق الرائد الزميلة رنا وهبي على الدعوة المخصصة لتكريم جابل تايف التي نفخر بانضمامها إلى نقابة المحررين وأختم بالقول أيتها الديرية المتحدرة من شوفي لبنان لك مني ومن زملائك في النقابة وخارجها كل الحب فأنت ولو طالت بك السنوات في عالم الإعلام تبقين علما خافقا تتجددين مع تجدد الفصول أرزة دهرية لا تشيخ مخلدة بأعمالك وما قدمته للمكتبة التلفزيونية والإذاعية في لبنان وفرنسا ألا دمت هامة إعلامية ثقافية سولجانك العطاء وتاجك الحرية وإلى سنين عديدة مديدة وأنت على فنن الإعلام عصفورة تشدو بالحب والحياة وشكرا والآن كلمة معالي وزير الإعلام المهندس زياد المكاري هلا نقيب إني أحكي من بعدك ما بقى أعرف يعني ما أنا من أكثر من 25 سنة
أول مقابلة عملتها بحياتي كانت مع جبل تانك. وحقيقة حاولت أجلها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة مش كرمال شيء، بعرف شو كان بدي أحكي بس ما كان لي قلب وقف قدامها يعني. ورح أعطيكي سر إني كنت مرعوب كل شيء وأنا عم بحكي المقابلة. تاني شغلة بحب أقول لك إياها، أنا وقتها توزرت يعني كلكم تتذكروا هذا لبنان طبعا، يعني جيت مع عاصفة انتقادات طويلة عريضة علي. التغريدة الوحيدة يلي أعطتني معنويات وأعطتني أمل إجت منك كمان. أنت ما بتتذكري بس أنا بتذكر وما بنسى أبدا. جميل طيف صحيح سافرت على بيريز بس ما هجرت، هي بقيت بلبنان ولبنان بقي فيها. وأنا في سر كمان بدي أقوله، أنه أنا كل عمي مفكر إذاعة مونتي كارلو لبنانية لأنك أنت فيها. اخذتني الخبرية تعملت وزير إعلام وزيرة راديو مونتي كارلو وتعرفت أني مغلط. بدي أقوله عنك أنه يلي كانوا يزوروا بيريز من لبنانيين طبعا كانوا يزوروا، يعني نسأل زرتوا السفارة؟ إيه؟ أكيد بالسياسي. زرتوا ريمو قدي؟ زرتوا جميل طيف؟ أنت بقيتي صدقا يعني لبنان ببيريز، وأنت أنا بعرف أنه قلك على كل لبناني راح على بيريز، على كل فنان، على كل مثقف، على كل كاتب، على كل تلميذ، على كل طبيب، على كل مهندس، أنت قلك على الكل. أنت مرة ما حدا قاله عليك أبدا، وهيدا لازم يكون أكتر شيء مهم بحياتك. وهيدا بلد أنا بعرف أنه في مكان ما ظلمك، بس أنت أبدا طلعتي متسامحة، وأنت من الناس اللي عن جد قلك على لبنان. والبحب أقوله آخر شيء أكيد، يعني بعد ما أشكر الصالون الأدبي وبعد ما أشكر كل القيمين على هالاحتفال الحلو، إنه نحن منريد إنه تجي تكفي حياتك معنا بلبنان. إن شاء الله هالموضوع يعني تعلي عنه قريبا، لأنه كلنا ناطرينك وكلنا منحبك. شكرا. بس بدي كرمك بشي كمان من تلفزيون لبنان يلي ظلمك. الدعوة الكريمة من إدارة كازينو لبنان، الممثل بالأستاذ رولان خوري رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمسؤول الإعلامي العزيز الست رنا وهبي. يعني اليوم هذا اللقاء مؤثر جدا 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 فيني، وبيشرفني جدا جدا وجودكم وحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ زياد مكاري الغالي علينا، لأنه حامل مشعل الإعلام ليس فقط في لبنان ولكن في المحافل العربية والدولية. وهالتكريم المزدوج من كازينو لبنان، الواحة الثقافية اللبنانية المبهرة، ومن وزارة الإعلام له رمزية وطنية رفيعة بالنسبة لإلي، وهو منه تكريم لإلي لوحدي، هو تكريم للإعلام في لبنان، للمرأة الإعلامية، للإعلاميين، لكل من بيدافع عن لبنان وعن القيم الحضارية والإنسانية اللي ميزت بلدنا الحبيب. وجودي معكم اليوم مؤثر جداً بعميلي كثير، ولكن وجودكم معي أهم، وجودكم معي بهاللحظة الصعبة اللي عم يمرق فيها لبنان، إنما هو دليل على القيمة الإبداعية اللي بتشكل الخصوصية اللبنانية لسبيسيفيسيتي لبنان. هاللحظة بهالزمن الصعب هي قوة الحياة، هي دعوة للاحتفال بالحياة، هي دعوة لغلبة الحياة على الحرب
وهذا هو الاستثناء اللبناني. بدنا نحكي عن التلفزيون وعن مونتي كارلو وعن المحطتين اللي انتم بتعرفوهم. حياتي كانت مزيج من لبنان ومن فرنسا. تلفزيون لبنان والزميلات والزملاء موجودين اليوم بعد سنوات عم نلتقي، هذا شيء رائع بيسعدني كثير كثير كثير. تلفزيون لبنان كان صورة عن لبنان الفترة الذهبية. عصرنا العمالقة، صنعنا الإعلام في ذلك الحين، وكان دور المرأة على الشاشة الفضية هو مرآة لدورها داخل المجتمع اللبناني. استفادت من مناخ الحريات والتلاقح والتواصل والسياحة والزمان في ذلك الزمن الجميل. طبعاً انعكس كل هيدا على تجربتي اللي أحدثت فيها بعض التحديث. بالنسبة لمونتي كارلو، الحرب أكيد هي اللي قادتني لباريس. أنا عشت 11 سنة حرب مثل كثير من اللبنانيين. إجا على مونتي كارلو، انتقلت لمونتي كارلو. بمونتي كارلو وجدت نفسي وتبعت المسيرة اللي هي بترتكز مثل ما ذكرت رنا ويبي على حوار الثقافات، على مد الجسور بين الشرق والغرب وخاصة بين فرنسا ولبنان والعالم العربي. بطلوا ما تنقط تقريبا على مدى عقل. مش عم بيطلع الصوت مش عم بيطلع؟ بس خلينا نظبط الميكرويات شوي. سيمون؟ أنا أستنى. عبد الحال بس أنا في إشياء بدي أقولها هلأ بنتحاول، ولكن بدي أقوله إنه لبنان هو الأساس. لبنان هو الرسالة اللي أنا حملتها اللي بعرفها. لبنان الحريات، لبنان التنوع الثقافي، لبنان حرية الصحافة، الحرية الفردية، دور المرأة، اللي هني معنى وجود لبنان واللي بشكله هويته الاستثنائية. بدنا نحكي عن الإعلام، الكلام بيطول، ولكن إعلاميو الأمس صنعوا مجد الإعلام اللبناني اللي أصبح مدارس في العالم العربي وفي العالم. إعلاميو اليوم هني الصورة اللي عم ينقلوا فيها لبنان إلى العالم. هني في الواجهة والمواجهة، هني عم بيدفعوا أثمان باهظة، هني بالخطر في الكثير من الأحيان، مثل ما نحن دفعنا أثمان حياتنا تأرجحت بين الحرب وبين السلم. قدرنا، ولكن لبنان الرائع بحضارته بشعبه العظيم الصامد المثقف المنفتح الفريد، لبنان سيظل متألق دائما وأبدا، وسيعود إلى وهجه ويعود كل شيء إن شاء الله على ما يرام. بالنهاية اللي بدي أقوله إنه بحيي كل لبنان من شماله لجنوبه والجنوب الجريح والشعب اللبناني أيضا اللي عم بمر بمراحل صعبة. كلنا معكم بالخارج بالداخل، وهاللقاء هيدا ما له وصف. هيدا اللقاء رح يبقى بذاكرتي بوجداني إلى أبد الآبدين. إعلاميتنا الكبيرة جابل طيف بنهار عيد ميلادك اليوم عم تكرمي بكازينو لبنان، هالمنتدى الثقافي اللي كلنا اليوم تجمعنا حواليك. اليوم قديش بيعني لك هالمناسبة، وقديش سؤالنا لإلك ممكن تفكروا كإعلاميات قادرات من كبار الزمن الحلو بأنه يكون في عنا إعلام متزن مسؤول، وتكونوا هيك جروب يمكن عم تشتغلوا. أنا بشكرك وبحيي السويد وكل اللي عم بيشوفونا. لبنان بلد استثنائي، نحن اليوم سوا عم نحتفل بهاللحظة اللي هي احتفال بالحياة، اللي هي دعوة للحياة وللحرب. هيدا هو لبنان، وأنا كثير سعيدة. بالنسبة للي عم تقولي، أنا من دعاة الإعلام المتزن والإعلام الرائي والإعلام الهادف، وأكيد رح نجتمع ونحكي. أنا بحيي كل إعلامية مرأة بلبنان وبالعالم. بشكرك كتير.
اولا بدي اقول تكريم جابيل طيف هو تكريم لكل اعلامي بيستحق، والبرهان الاجماع اللي عملته جابي بهالنماذج الاعلاميه بهالاعلاميين المخضرمين وبالاعلاميين من جيل اليوم، قدرت جابي تجمع الجيلين، لانه جابي هالقد هي جسر تواصل بين جيلين، جيل امبارح وجيل اليوم. قدرت جابي تاكد انها هي سفيره من دون اوراق اعتماد بباريس، لانه هي على تماس مع كل ما يجري في لبنان من احداث فيها ابداع، لانه ما بتشوف هي لبنان الا لبنان الحلو، بعده لبنان بعيونها لبنان الفرح ولبنان الجمال ولبنان المسرح والكتاب والكتاب. جابي اليوم قدرت توصل رساله انه حتى تلفزيون لبنان لو توعك، حتى تلفزيون لبنان لو مرق بفتره بغيبوبه طويله قدر يرجع يفيق، وليفيق تلفزيون لبنان من غيبوبته بده رواده، بده جيل اليوم، وبده يرجع يتكل على جيل الاعلاميين مثل جابي. انا هون بدي اقول على طول بيختلفوا على تعيين مجلس اداره لتلفزيون لبنان، شو بيمنع انه جابي تكون بهالمجلس الاداره؟ سعاد قاروط العشي، شارلوت وازن، جون دارك ابو زيد فياض، برايك هيك نماذج اعلاميه فؤاد الخرصه مش قادرين يحسوا بالكلمه وبالصوره ويشتغلوا لمصلحه تلفزيون لبنان اكثر من اللي بيعينون اهل السياسه؟ بعتقد بتوافقيني والكل بيوافق. جابي اليوم بكازينو لبنان بهالمرفق السياحي الكبير قدرت تاكد انه بعدها صوت وصوره، هي قالت صرت صوت، بعدها صوت وصوره وصدى. مشكوره اداره كازينو لبنان برئاسه رئيس مجلس الاداره مدير العام الاستاذ رولان خوري وزميلي رنا وهبي مسؤولة الإعلام في هذا المرفق الرائد، على الدعوة لتكريم الإعلامية المميزة الزميلة جابيل طيف. وأنا أعتقد أن الصالون الأدبي والثقافي في كازينو لبنان بدأ يشق طريقه إلى المجتمع اللبناني ليذكره بالطاقات اللبنانية المبدعة من فنانين وأدباء وصحفيين وكتاب، وللتأكيد أن لبنان يبقى هو بلد الخير والحق والجمال والفن والإبداع في كل المجالات، وهذا ظاهر وبين حتى في عز الأزمات من خلال القامات والهامات اللبنانية التي لمعت وتلمع في سماء العالم كافة، وخصوصا في سماء وطننا الحبيب لبنان. وأنه تكريم جابي طيف هو أعتبره كأنه تكريم لي شخصيا، لأن جابي هي زميلة دراسة جامعية ورفيقة عمر وصداقة عمر ورحلة طويلة من المعاناة المشتركة في عالم الإعلام، وإضافة إلى ذلك توطدت العلاقة حتى أصبحت أواصر علاقة عائلية مميزة. من هنا أعتبر أن تكريم جابيل طيف كان تكريما لي، لا أقول بمثابة تكريم لي، كان تكريما لي. وقد قلت في كلمتي المطولة قليلا ما يختلج في خاطري وفي قلبي من مشاعر تجاه هذه الإنسانة الذكية اللماحة الحاضرة التي قدمت إضافة على الإعلام اللبناني من خلال حضورها وثقافتها وحسن تدبرها وتجاوزها للكثير من المواقف المحرجة بدبلوماسيتها، وأيضا بصرامتها وحسمها وتعلقها بالمبادئ الوطنية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية التي ما حدث عنها يوما. أول شيء كتير شرفني أني حضرت تكريم جابي طيف، لأنه هي من الإلهامات الأساسية بحياتي أني خلتني فوت على الإعلام. تاني شغلة، جابي طيف بتمثل هيدا الرعيل الإعلامي المتزن المتواضع العميق
والثابت على مبادئ. نحن اليوم بأمس الحاجة أنه يصير في توازن بين الإعلام القديم يلي بيتمتع بالمبادئ والقيم والإعلام الجديد يلي مش حق عليه، يلي السوشيال ميديا وكل الميديا الجديد بخليك تحس أنه يلا سريع سريع سريع، مش ضروري نفكر أنه نحن ضربنا مبدأ من المبادئ وقت نعطي رأينا أو وقت نحكي. فمشان هيك وجود جابل طيف وتكريمة اليوم بخلي الإعلاميين الجداد والقدم يقولوا لا التوازن مطلوب، ونحن بدنا الإعلام اللي فيه مبادئ وبدنا الإعلام السريع بس بذات الوقت يكون في توازن بين الاثنين. Thank you رانيا. هيدي احتفالية لها رمزية كبيرة بالنسبة لنا، وإذا انتبهت في صدق بالمشاعر، في صدق بكل اللي نقال هالحديث هلا، يعني كل هالموجودين هون بحبوا جابي ويكبوها من أول مسيرتها لهلا، ومثل ما قالت هي إنه العمر ما له أهمية، وكان لها دور كبير بالثقافة، يعني كل الأعمال الثقافية اللي انعملت وقت أنا كنت باليونسكو أو بالفرانكوفوني كانت دايماً ماجي جابي موجودة، وكنا نحن دايماً نتكل عليها مشان تعطي النفحة العلمية لهالمشروع الثقافي اللي كنا عم نعمله. شكرا. أنا الحقيقة استمعت لكل الكلمات اللي انقالت، بس أنا ما يعني اللي بقدر أقوله أنه جابي كانت يعني صورة عن الإعلاميين والإعلاميات اثنين سوا بالخارج، وصورة عن لبنان، لبنان الجميل، لبنان الحلو. لما راحت كان في حرب بلبنان، واستمرت هالحرب بوجوه مختلفة، قدرت جابي هي وبباريس يعني تنقل، ضل تنقل صورة لبنان الحلو. أنا الحقيقة السؤال اللي كنت حابب أسأله لكن ما سألته، هل يا ترى بعض اللبنانيين فرنسا بيشوفوا لبنان هلأ بال 2024 مثل ما كانوا يشوفوه بال 75 و 76؟ بعده شوقهم هالقد للبنان؟ بلا جابي فبقلها أنه كل ما تقدمت الأيام كل ما تقدم نجاحها، إن شاء الله على طول بتضل ناجحة وبتضل صورة مشرقة للإعلاميين والإعلاميات اللبنانيين واللبنانيات. بالفعل هو أولاً جابي تستاهل، هي رمز لكثير من الإعلام اللبناني المثقف والهادئ والرصين. ثاني شيء إنه التكريم إلى تكريم لجيل بكامله عشنا نحن وياه مرحلة السياسة الفعالة والبناء الإنساني والمجتمع الكبير اللي منعيشه بلبنان بدون النظر للأحزاب والطوائف والملل وإلى ما هنالك. هذا لبنان الحلو مش بدنا نتذكره، لا أنا بقول دايما حلو إنه نتذكر بس حلو إنه نحلم. نحنا عم نتذكر لبنان القديم بس بدنا نحلم بلبنان جديد وحلو، وعندي إيمان مثل كلنا إن شاء الله إنه هذا اللبنان سيعود وسنعود نقطف من هذا اللبنان الثمار الطيبة اللي بنعطيها لأولادنا ولأحفادنا. قديش حلوة هذه الجمعة بذاكرتها بنضوج هيدا الإعلام، هيدا الصوت اللبناني اللي وصل للخارج، قديش أعربت عن ثقافة الإعلام اللي ممكن توصل بمحل معين لكل بلدان العالم وتعرف لبنان. الإعلام اللي قالت عنه الإعلام المتزن كانت متألقة، وكثير من الإعلاميين ربيوا على صوتها، ربيوا على ثقافتها وتواضعها، فالله يكثر من أمثالها، وإن شاء الله كثير من اللي موجودين الإعلاميين هلا ياخدوا ولو قسم بسيط من اللي قالت عنه. هلا هي بالصدفة مش مقصودة، بس أنا جابي بتعز علي، وكنت بباريس من فترة مش بعيدة كنا عم نعمل حفلة كوميدي نايت أنا وزميلي ماريو بيسيل، إجت حضرتنا وكبتنا ورجعت كمان عملت معنا مقابلة بمونتي كارلو. بحبها كتير من زمان من أنا وصغير، ما بدنا نكبرها كتير بس بحبها كتير، وحبيت إشي بما أنه هي موجودة بلبنان، فأنا بما أنه بارع بالتقليد وبقدم الفرح للناس حبيت أعمل هيك سكتش صغير وموجه لها تحية. الله يطول بعمرها وتضل أيقونة الإعلام اللبناني جابل طيف. الله يطول بعمرها وخيرا فعلت، ذهبت إلى باريس، بس لبنان بالرغم كل الظروف الصعبة اللي عم بعيشها مثل طير الفينيك الذي ينتفض دائما من تحت الرماد. ما في شك أنه هالتكريم هيدا كان جميل جدا لأنه جمع كل أهل الإعلام
والتلفزيون لبنان ووزير الإعلام كان معه حاضر. وهذا الحدث كثير مهم لأنه ما في شك أنه جابي طيف تستحق كل تقدير، وهي من الوجوه الإعلامية المميزة بلبنان، وتألقت مش بس بلبنان ولكن كمان بفرنسا، وهناك كانت السفيرة تبع الثقافة اللبنانية وحتى الثقافة العربية، لأنه كان كل برنامجها على راديو مونتي كارلو يسلط الضوء على الثقافة اللبنانية والثقافة العربية بزمن منلاحظ نحن أنه الثقافة العربية عم تتحارب بكثير محلات. بقى كثير مهم أنه نبين أهميتها، واستضافت عشرات المثقفين والأدباء والفنانين ضمن برنامجها، وهي تميزت دايماً عدا صوتها وإلقاءها بثقافتها بانفتاحها بالحرفية تبع المهنية تبعها. وما في شك أنه جابي من الشخصيات اللي بيفتخر فيها لبنان، وبتمنى لها يعني تضل بعطائها وبصحتها. وكثير من الصحفيين الشباب كمان الإعلاميين الشباب كمان يتعلموا منها ويصيروا على خطاها، هيك يقدروا يعطوا صورة الإعلاميين اللي فيهم رقي وثقافة، لأنه هذا الشيء نحن اللي بيشبهنا بلبنان، ومنحب أنه نضل قدوة للعالم العربي من ناحية البرامج الثقافية والإعلام الراقي، بعيداً عن الاصطفافات السياسية والمناكفات والأمور هيدي اللي ما بتشبهنا. استاذ رولون، اول شيء بدنا نهنيكم على هالسالون الادبي الثقافي يلي اليوم نفتقد لهالنوعيه بلبنان. بعهدك بكازينو لبنان صار هيدا المنتدى، هيدا السالون اليوم. كيف كانت الفكره؟ ومنه اول نهار اليوم، يعني في اكيد ايفنت سبقه، وشو مشاريعكم ورؤيتكم المستقبليه؟ بتعرفي كازينو لبنان لما انشئ بالستينات ما كان مقر للقمار بس، كان مركز سياحي بامتياز وثقافي. مع الوقت راح منه هيدا الوجه، لما جينا على إدارة الكازينو قررنا نرجع نعيد مجد كازينو لبنان السابق، فنحن عم نحوله لصرح مش بس للميسر، لمحل السياحة بامتياز، للثقافة، للعمل المسرحي، للنشاطات الكبيرة، لتوقيع الكتب، للمعارض بقلب كازينو لبنان، لأنه هيدا الوجه الحقيقي اللي كان تأسس كازينو لبنان مشانه. سالون الكازينو لبنان، كازينو لبنان طول عمره وجه سياحي بيعكس كتير نشاطات مسرح وثقافية وترفيه، وفي مناسبات كتير اجتماعية بتصير بالكازينو. طلعت فكرة كازينو سالون كازينو لبنان بعد ما لقينا انه في حاجة نقص وفي شغف للأشخاص اللي بحبوا يعملوا أمسيات شعرية، أمضاء كتب، ندوات اجتماعية معينة، سالون مثل ثقافي مثل ما موجود، ولقينا إقبال قوي عليه ومكافيين، يعني إن كان من أمضاء كتاب لأمسيات شعرية، ونحن ككازينو لبنان منقدمه لكل عمل يليق بصورة هذا الصرح السياحي العريق. اليوم ماذا بعد هذا الصالون الثقافي أو المنتدى الثقافي اللي بيجمع ليس فقط الإعلاميين؟ هو هيدا ما بنعرف شو بيصير، في نشاط، في افكار كثيره بتبقى معنا، وكل ايفنت هو بيحكي عن حاله وبياخد منحى معين يعني. وراح يكون عندنا لقاءات كثير. سالتيني ليه جابي لطيف؟ جابي لطيف لان اسم اعلامي قديم قدير ناجح، كثار من الاعلاميين بشوفوا شافوها الايقونه أول طلعتهم وهيك، سو وقت عرفنا أنه هي بلبنان وبتستحق التكريم على هالإنجازات الثقافية اللي عملتها برا ومثلت لبنان من خلالها يعني، وهي جسر للحوار الثقافي بأوروبا كلياتها وحتى برات القارة الأوروبية. وين ما بتروح جابي لطيف بتحمل معها الثقافة وبتقدم لبنان لكل بتقدم صورة حلوة عن لبنان.
الإعلامية جابي الطيف يلي قدمت برنامج حوار وقبله قدمت برنامجين تحت عنوان بدون قناع وسهرات باريسية، وهي التحقت بإذاعة مونتي كارلو سنة 86، بدأت مسيرتها العملية بتلفزيون لبنان وبالإذاعة اللبنانية، قدمت بمونتي كارلو الدولية العديد من البرامج، منذكر أهمها لقاء الجمعة والوجه الآخر والطاولة المستديرة من المقهى الأدبي في معهد العالم العربي بباريس. كما ذكرت بالبداية حاورت كبار الشخصيات في السياسة والثقافة والفن، وظهرت بعض حوارتها بكتابة بصمات على الهواء بالعام 2010، واليوم بتقول الإعلامية جابي الطيف أنا صوت وسأبقى هذا الصوت، وطلب منا أنه يبقى الصوت محفور إلى الأبد إن كان بمتحف أو إن كان بفكرة ممكن تفكر فيها. فنحن وياكم رح نشوف شو ممكن يكون هذه البصمة اللي رح تتركها لإلنا بعد عمرا طويل، وتكون صورة الإعلام المتزن الحقيقي والواعد والواعي. شكرا لكم مشاهدي الفضائية سرويو تي في، شكرا لكل من تعب وكان عنده جهود وبصمات لإنجاح هذا العمل الراقي. نذكر مجددا رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان السيد رولان الخوري، وأيضا المسؤولة الإعلامية في كازينو لبنان الزميلة رنا وهبي، وكل من تعب وحضر وشارك في هذا العمل لإنجاح وإظهار صورة لبنان تحديدا من كازينو لبنان لحتى يبقى كما كان رائد في مجال السياحة. شكرا لكم مشاهدي فضائية سرويو تي في، شكرا لمستمعين عبر راديو سرويو اف ام ومتابعي صفحة سرويو تي في لبنان. إلى اللقاء دايما من لبنان.